20. طيب يبقى الصورة رقم 9 الآية 26 هتلاقي فيها رسالة للأمر ده، للأمر ده بالذات اللي هو بتاع الراجل ده العريس ده. يلا احكي بتاع الصابع بقى. انت معانا؟ يمكن الخط فصل. طيب احنا معانا ام مالك، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك يا استاذ عبير. اتفضلي، اهلا وسهلا. انا كنت عندي حلم بدكتوره صوفيا. اهلا بيكي. اتفضلي. اهلا. النهارده انت ام مالك؟ يعني انت انسه ولا متزوجه؟ لا متزوجه. صوتك صغير قوي. انا النهارده بعد ما صليت الفجر وقلت الاذكار الحمد لله، نمت وحلمت بفتح باب الشقة، لقيت ورقة مكتوب يعني فيها حاجات غريبة. فبعدين اديتها لابني وابني وجوزي مسكها برضو. وبعدين انا اخدت الورقة ورميتها على السلم. وبعدين ببص على عتبة الباب، لقيت في عمل او سحر يعني مكتوب فيه اكس واو ويعني حاجات غريبة. فانا منعت جوزي ان هو يعدي وقفلت الباب أبطلي نفسك. بصي، ممكن يكون على فكرة انت عندك شعور ان في حد عامل لي حاجة، فالشعور ده بصي بيغلب على كل الاحلام اللي بتشوفيها. فاول حاجة الواحد يبحث في نفس الاول، هل انا بالفعل متأكد او حد اداني ايحاء ان انا معمول لي عمل او حاجة، بناء عليه بقى بتترتب الاحلام بتاعتك. لو مفيش حاجة من دي خالص عليكي بالتحصيل بالرقية الكاملة، الرقية الشرعية الكاملة، وأواخر البقرة من أول آمن الرسول والأذان بس، تشربي منها أنت وجوزك. ولو الطفل صغير ما لا ما يشربش من الرقية الشرعية الكبيرة، يا دوب المعوذتين والإخلاص. طيب طيب ميت دكتور، الحمد لله ما في أي حاجة يعني. يعني أنت حد قال لك على حاجة قبل كده؟ بتقولي إيه دكتورة؟ حد قال لك قبل كده إن أنت معمول لك عمل، معمول لك سحر، معمول لك حاجة؟ لا، هو في الحقيقه هو انا شكيت مره يعني، بس هو مش مفيش حاجه. بس طيب. خلاص انت بس تحصلي، ممكن يكون بس كده. زي ما صوفيا بتقول كده، هي حاجه بس في دماغك انت يعني، ما يكونش في اي حاجه ثانيه. تحصلي ما تحصين حلو وقايه وعلاج، مفيش حاجه من الكلام ده. همس بتقول السلام عليكم، انا حلمت بشخص كانه من الشرطه.